مرحبا عند الكريم اللي مضرب الجمايل ما يفكر في الظروف ولا يفكر في الخسارة. خلوهم ليت ابو صياف يرسل لي مع اصحابه رسايل المدير اللي مسوينه على كل الاداره اللي فعايلهم دلايل للعلوم الطيبة والمنزل اللي في الصدر بعد جينا بالزنود وصاحبي جاب الفتايل ابتدى مشروعنا والحرة تكفيها الأشارة خير سولف واعطانا بعض المثايل انت في الطايف بعيد عن الرطوبة والحرارة ساكر وجههم كل ابوهم للخفارة تعرف اني اعرف اني ما زين الكلمة على ميزان مايل جيتكم يا اهل الديار ام البروده والحضاره كيف تشكي من ظلمك وفوقك ثعول المخايل وش نسوي في بدوي ما تهنى في دياره خلوها اعرف انك شاعر هايل ويا كثر لها مرة لا تمشي يمين الدرب وتعود يساره ساهر الليل لم وقف علمو كل القبايل ما يعديها الذي ما معه رخصة واستمارة
خلوها. أنت مثل الطالب اللي تغلبه بعض المسايل، مرمع من عباد الله ويحسبها شطاره.